ايه اللي انت بتشربه ده يا عظيم؟ دي شبكتينه يا حاج. الله يرحم ابوك كان بيشرب من الجله وهو صغير. انت بتقول ايه دي انت؟ لا سيبك منه دي عاضين وخليك معايا. ايوه يا سيدنا انا معاك اهو بكل جوارحي. قلت لي بقى البتاع ده اسمه ايه؟ شبكتينه. الشلبكتينه ده بتاع الناس الاغنية؟ ايوه بالظبط كده، الله ينور عليك، هو ده الغالي بتاع الناس الاغنية. بس يا ابني مش راضيين عليك. امال فين بقى الزهد والورع اللي انت اتعلمته من سيدك الشيخ عوض؟ بقالك اسبوع هنا ما اتعلمتش اي حاجة يا فاشل. استغفر الله العظيم. ايوه قول له يا بحبح الله يفتح عليك، اول مره تنصفني. اسيادنا راضيين عليك يا دي يا بحبح. زهد ايه يا حاج عوض؟ ما انت عندك عربيه ومخباها في الجراج عشان انا ما اشوفهاش. ده غير العماره اللي في مصر الجديده، دي غير الاراضي وغير الحسابات اللي واخد بالك انت. انت ازاي ترد على جدك الحاج عوض كده؟ ماشي وكمان بترد عليا يا عوضين؟ ده انت ما كملتش مريد بقالك اسبوع. ماشي الواد ده يا حاج مش هينفعك المريد ده فاشل. امال لما تبقى والي بقى قد الدنيا هتعمل فيا ايه؟ مش هينفع. مشيه بسرعه يا حاج. هي بقت كده؟ ماشي. تعال هنا قول لي بقى، انت مين اللي قال لك على الاسرار دي كلها؟ الواد ده هو اللي قال لي. اني يلا؟ ايوه انت. يعني مريد فاشل وكمان بتكدي؟ لا اله الا الله. بقى كده يا بحبح الزفت تطلع اسراري بره. اسيادنا مش راضيين عليك يا دياب. قصده يا حاج عوض يعني انت ما ينفعش تدعي المريد بتاعك للزهد والورع وانت لا مؤاخذه خاربها فلوس يعني. بقاني خاربها فلوس؟ طب قوم قامت عليكم روح انت وهو. البحبحاني أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نظرا لأن الفيديو ده مهم جدا والكلمتين اللي هتسمعهم كمان ثواني بس كلام خطير جدا، الفيديوهات اللي معانا النهارده كلها تابع طريقة واحدة بس، الطريقة الجازولية. مش هقول لك إمتى طلعت وإمتى دخلت وإمتى عملت، كلها طرق تبع الطرق الصوفية. وأنا في الفيديو ده متعمد إن أنا ما أطولش عليك عشان تسمع الفيديو للنهاية، بس حابب أقول لك كلمة واحدة بس. كلمتين. الشيخ او المذهب اللي تلاقيه بيستحسن الامور من غير النظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف انه منهج فاسد. لما تلاقي شيخ بيستحسن الامور من غير ما يرجع للسنة النبوية، اعرف انه هو شيخ فاسد. فاستحسان العبادة بيرجع لفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم او اقره، او ممكن يكون استحسان عن قياس، بس يكون قياس حق مش قياس باطل. يعني مش مرة ابو لهب معدي لقى مسيلمة الكذاب بيتنطط فنقوم نتنطط. طب فين الدليل؟ ما هم كانوا ايام النبي بس كده. وموضوع الحبشة اللي كانوا بيلعبوا في المسجد ما كانتش عبادة، وكانوا بيتدربوا على الحرب. وموضوع ان جعفر رضي الله عنه كان بيحجل لما النبي اخبره عن حاجة جميلة، برضو الحجل بتاعه ما كانش عبادة بل فرح بشيء ما. عشان ما طولش عليك اسمع الكلمتين دول. دي حضرة احتفال بالمولد النبوي الشريف عند الطريقة الجازولية، فالراجل المحترم الطيب ده هيقول كلمتين، ان ربنا هيكون موجود معاهم وده طبيعي وارد في القرآن والسنة، هو معكم اينما كنتم. لكن قياسه ان ربنا موجود يبقى النبي موجود، وطالما الرسول موجود يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، دي اللي مش راكبة دماغي. اسمع وبعدها هنشوف في وجود ربنا ووجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود آل البيت ووجود الملائكة هيعبدوا ربنا ازاي. خلونا نبدأ. هل يوجد أحسن من موجود رب العزة سبحانه وتعالى؟ أنا جليس من ذكرني. بيقول لك أنا جليس من ذكرني وحاسما تمسلنا أحسن وجدني. الحديث ده لا أصل له، يعني ربنا ما قالش كده، في لفظ تاني يصح مقارب، بس ما أعرفش ليه بيختاروا دايما الحاجة اللي لا تصح. بس معلش خلينا نكمل. يعني بنقول لا اله الا الله وبنصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنحتفل لما يبقى موجود حضرة رب العزة سبحانه وتعالى لن يغيب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طب وجود رب العزة وحضرة النبي هل يغيب آل بيت رسول الله؟
طب ما دام رب العزه موجود والنبي موجود اللي هو اثبته بقى، ما دام ربنا موجود يبقى النبي موجود. طب طالما النبي موجود يبقى ال البيت موجودين. يقول حضره الشيخ رضي الله عنه وارضاه ان ال بيت رسول الله يعملون في الطريق. الشيخ بيقول ال البيت بيعملوا في الطريقه او بيعملوا في الطريق، جاب منين الكلام ده؟ مش عارف. وقال اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر حيث الله اقامك. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر حيث الله اقامك. طب ربنا اقامك على ايه؟ انك تتعبد الى الله بالرقص لا لا تعال نشوف، خلونا نشوف. اقمنا في مجلسه وفي حضرته مجلس ذكر، مجلس كله نفحات وكله حب وكله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى، بيتجلى على الذاكرين حتى الملائكه الطوافين اللي موجوده يقول لهم الحق تبارك وتعالى بماذا تركتم عبادي، يقول لهم يا رب تركناهم يحمدونك ويقدسونك ويشكرونك، يقول لهم يا ملائكتي اشهدكم بانني قد غفرت لك. طيب هو المفروض قاعد كده بقى، المفروض هيحمدوه وربنا يقول للملائكه اشهدكم اني قد غفرت لهم. تعالوا بقى نشوف اللي هم عملوه، يعني طريقه التعبد لله. اللي قاعدين دول معتقدين النبي صلى الله عليه وسلم موجود وآل البيت موجودين والملائكه موجودين. تخيل انت يا مسلم، تخيل انت يا مسلم ان كل دول موجودين، انت في مكان موجود فيه كل ده، ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم والملائكه وآل البيت. تعالوا نشوف هنعمل ايه. مدد مدد الله، مدد 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 رسول الله. طلبوا المدد من رسول الله مع ان ربنا موجود والملائكه موجودين وآل البيت موجودين، يعني مش ما عنديش تفسير للكلام. يعني خلونا وشوف الطريقه بقى، انا مش هتكلم تاني، اسمع بقى الفيديو الاخر عشان ما نوقفش كتير. يلا ان شاء الله يوم الاثنين في مقر الاحباب يا احباب، ومن هناك هنشوف برنامج ان شاء الله. يوم الاثنين يا احباب موجودين في مجلس، مش طب تعال نشوف المجلس اللي هم بقى وعدوا وقلنا يمكن ده في المجلس ذكر. شوف المجلس. ده برضه احتفال بالمولد النبوي الشريف، مجلس مجلس ذكر حضرة. ذكرك ربنا كويس، انك تقول لا اله الا الله، انك تصلي على رسول الله ده شيء جميل، انك تحمد ربنا على حاجة ده شيء رائع، بس هل يعبد ربنا كده؟ احتفال احتفال، هل الاحتفال، ما احنا كلنا احنا بنحتفل على فكرة، يعني في حاجات كتير بنحتفل بيها يعني، بس هل الاحتفال كده؟ بالهشك بشك وشخليل. يما يما يا رئيسة. مش عارف الناس بتستثقل ليه كلمة يا رب، ان انا اقول يا رب من غير مدد. كلمة مدد على فكرة طلب الحاجة، ان انا لما اقول لك مدد يا شيخ فلان ان انا بقول له اديني محتاج. لو قلتها لشيخ حي ماشي يقدر يساعدك ان هو يديك حاجه، اديني فلوس ادعيلي ارقيني، انما لو مات الشيخ عايز اللي يدعيله. كلمه مدد لوحدها انك تقول مدد يا رسول الله، طب رسول الله هيدي لك ايه؟ هيتشفع لك يوم القيامه؟ اما انت لو صليت عليه هو هيتشفع لك، لو اتبعت سنته هيتشفع لك من غير ما تقول مدد. ده حاجة، إنما موضوع مدد يا رسول، طب ربنا موجود، قول يا رب، مدد يا رب مدد. يعني أنت لو طلبت من ربنا هو هيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك. إنما ها
ايه ده؟ مال يا عم الحاج، يعني ايه العبادة في كده؟ يعني ايه العبادة في كده ان انا اعمل كده؟ ايه العبادة في كده؟ يعني انا لو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا في دين جديد، ورحت شفت صاحب الدين الجديد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيته بيعمل كده هو والصحابة رضي الله عنهم، ما اظنش كان حد تابع الرسول ده خالص كده. دي فرقة حسب الله، انما كدين اتقرب به الى الله لا خالص. النبي اللي وضع اسس الدين ووضع اسس العباده ووضع اسس المحبه، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضع اسس الدين واسس العباده واسس المحبه. القصه ايه بقى؟ ان انا ورثت عن النبي. لا والله، بس اورث امتى؟ اما انتسب اليه. ما انا مش هورث من حد لما اكون منتسب اليه. هما منتسبين الى النبي صلى الله عليه وسلم، فورثوا منه ايه بقى؟ هل ورثوا منه علم ولا ورثوا منه شمخ؟ على فكره، بس يا عم على فكره دي كانت اغنيه، بس هما بيدوا له كلماتها، زي برضو ما حصلت في مسجد الحسين اغنيه، مش عارف كانت اغنيه لام كلثوم كانت بتقول ايه كده وبدلوها يعني. ما علينا، المهم فيديو النهارده خلص، استنونا في فيديو جديد ان شاء الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ساقطع كل من عادى رسولي، وابطر كل حبل للوصال، واقليه وابغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.